معذبة أكثر من كده ما أقدر أوقف. يلا إيه ادخل الباب. رامز انت هنا الله يبارك، تعال تفضل شي قرب قرب حيث نتفضل. كيف حالك انت؟ الله يسلمك، كيف حالك؟ تفضلي تفضلي. مرحبا. يا راي اسمعيني زين، باختصار زوجش حالته النفسية تعبانة، أمس مساكين لو ما وحيت عليه كان دخل في البنكة. خلاص نسي اللي صار، مهدي بيت زوجش، ترى هذا زوجش أبو أولادش، وبعدين هو ترى موضوع النفس هذه خلاص نساه، ما يفكر فيه أبدا. زين بيكون هالمرة غير رايه وعقل، مرة القاية يسوي كلامه صحيح ويتزوج علي. لا مساكين تاب زهران تاب، صدقيني أنا وهذا اللي صار بينكم مرة ثانية ما يتكرر البر، انتي أعطيه فرصة. وبعدين لا تنسي رايح هذاك زوجش أبو أولادش يهون عليش، انتي جالسة هنا وهو مساكين جالس البيت ينتحر، ما يهون عليش. والله ما أعرف ما أقول لك، حيرتني وحدي. لا تقولي شيء رايح، الله يهديش لا تقولي شيء، روح جيبي ثيابش وأنا مساكين رجال يحرسنا، أنا تراني أروح وأجيش، ما لناش اللي اشتغل، انتي شوفي نفسش ورتبي أمورش وزهبي ثيابش وأنا أرجع لك مرة ثانية. زين زين أجي معك. آه. لكن عاد اسمعني. إيه. على يجي يوم وزهران يغير رايه ويسوي فيي كما سوته. هذيك ساعه انا هفسه، انا هفسه، انت سمعي كلامي ورتبي امورش وجيبي ثيابش وانا اجيش بعدين، فهمتيني؟ صار شلفتيني؟ لا حول ولا قوه الا بالله، سامح عنش. سامحوني يا اخوان، انا جيت هني علشان اكون نفسي واشوف لي شغله زينه، لكن نتيجة اني خربت بيوت ومستقبل ناس وبهدلت عمري. انت السبب في اللي حصل، كان المفروض انك ما تستعجل على رزقك، والشغل ما بس تعال واشتغل واللي يصير يصير، المسألة محتاجة دراسة وتخطيط يا شامس. والأهم من هذا كله المسألة محتاجة الوقت وخبرة، وهذا ما يجي إلا مع مرور الوقت، بس انت الله يهديك مستعجل وتبغى توصل بسرعة. أنا خلاص قررت أرجع لبلادي عند أهلي وأولادي وأشوف لي شغلة هناك زينة في بلادي بعيد عن المشاكل. أنا عندي هناك مزرعة صغيرة ولو إنها تعبانة شوية، لكن يلا بحاول أصلحها وبزرعها وبتسترني وتستر أولادي من بعد. هذا أحسن خبر سمعت منك من مدة. وإذا احتجت لشيء ولا شيء إحنا مستعدين نساعدك، اطلبنا وتلقانا معاك على طول. الله يعزكم، أنتم ما قصرتوا معي وأرجوكم سامحوني، يمكن غلطت عليكم، أرجوكم سامحوني على كل كلمة قلت لكم إياها، سامحوني. تعال لا تجلس تبكينا وعينيك يا شامس، أنا الدمعة في عيني جالس ادور وجهي منه ومنه لعلها تنزل. يلا اشوفكم على خير. امين التلفزيون هاي بتحتاج له؟ انا اقول ما يستوي ارجع البلاد ويديني خاليه، لازم اشيل شيء معي يعني. يلا يا زهران يا اخوي استهدي بالله وخلنا نصير عند رايه ام محمود، اتصالحوا وخلونا نفرح بكم. خلاص خلاص الحاج مراد، انا بهادر ما اقدر اجلس في البلد هذه دقيقه واحده، ما اقدر اشوف وجه رايه المسكين البريئه بعد ما ظلمت. زهران الهروب من الواقع ما هو حل، لازم تواجه المشاكل وتحلها مهما كانت النتائج، وبعدين تراكم زودتوها، يلا صالحوا وانسوا الموضوع. صح يا زهران صح، بعدين انت ليش تكبر الموضوع والضخمة؟ قول انه كان سوء تفاهم وانتهى الله يهديك. راية تعيش في شك من التصرفات، تأخرت 5 دقائق تسألني ليش متأخر، تفكرني اقابل حد من وراها، إذا شافتني سرحان ليش سرحان، شافتني أتكلم بالتليفون تجلس تسمع
ايش جالس اقول؟ الشك يا جماعه اذا انزرع في قلوبنا بيكون شوك يجرح علاقاتنا. زين وعلى وين ناوي تهاجر؟ عن يكون باغي تصير كندا؟ لا انا للحين ما قررت، لكن اظني بروح رستاق. انا ما مصدق اللي يصير، اكيد انا احلم. زبيده انت بعدك صغيره، انا اتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يوفقك انش ما تشوفي اللي شفناه احنا. يلا الحاج مراد، انا بهاجر بسافر بودع دنيتي. يلا مع السلامه. مع السلامة يا زبيد. كمان لا. مع السلامة يا مروحتي. مع السلامة يا تلفزيوني. أشرطي مع المصارعة. مع السلامة. مع السلامة يا أصدقائي. سامحوني أنا تعبتكم وايد. لكن ما يخالف. تحملوا. إلى لقاء الحاج مراد. إلى لقاء يا زبيدة. أمان الله. ذاك زعلان وكأنك باغي تهج مثل ما تقول. جلس في بيتك وبيتك أولابك، وهذه زوجتك قلنا لك إياها، وإن شاء الله يا جماعة من اليوم ما في زعل أبدا. أقول زهران صالحة هاي صالحة. الحمد لله. الحين عاد يا زهران لازم تتصالح. لازم وتنسوا الزعل. يلا عيل نحن بنروح. يلا يا أبوي. ها عشيمة جلسوا هنا تقهوي خلاف سيروا. يتقهوي؟ ما يتقهوي ولا يقولي يشربوا شربت. اليوم في الحقيقة يا جماعة احنا محتفلين بأخوي زهران ورايح، ولازم نشربكم شربت لأن اليوم عيد. نعم بس أبغى واحد يساعدني. حمود تعال أبو تعال 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 تعال. أعتذر، يعني أنا حسيت نفسي إني ضايقتش كثير، آسف. مسموح يا بنت حلال، بعدين إذا أنا ما سامحك على الخطأ بتسوي من يسامحك؟ يا سلام، يا سلام على الصلح بعد الخصام. الله يجيركم من الزعل الخصام. مشكور الحاج مراد، كثر الله خيرك، أحسنت. رايح ان شاء الله من اليوم ورايح لا يكون لا بيننا لا زعل ولا خصام ان شاء الله، وخلاص انا بعطيش فلوس الجمعيه بعد، وبنشتري سياره وبسجلها باسمش. الا ما ابغى سياره، الدراجه هذه بو عندك تكفينا، بس عاد اباك تاخذ لي كاتشه يكون اسوق الدراجه. كاتشه يا جماعه، يا جماعة أنا هذا سويت شربت،
لكن عاد سامحونا يمكن قللت من الملح شويه. ملح؟ ملحي. جيب ابوي انا اسوي عنك الشربتات. انا وحدي ما اعرف رايي لك. سير يا ابو سير قبلي سير. تعال تحمون تعال. يا سلام محلانا اليوم. انا كنت دائما اقول ربنا تجيب العواقب حميده. شكرا لك. من حميده فيك؟ وابوي. اهلا وسهلا. تفضل تفضل. كيف حالك عمي؟ اهلا وسهلا. حياك الله. يا هلا بالغالي. حيا الله بمن زارنا. تفضل استريح. باين عليك تعبان شويه. لا الحمد لله انا مرتاح. انا جاي في سيارتي اللي بو 6 سلندر والمكيف بارد ولابس عمامتي اللي بو 8 ريال. صراحه ما معض راسي، يعني انا مرتاح واحسن راحه. ايه عجب. استريح يا ولد استريح على هذا الدوشك بو 10 ريالات. انا بصير اجيب لك شربت بو 100 بيسه. انا اذنك شوي. اهلا وسهلا. أهلا. استريح. انا خبرت زبيده هي بتجيب الشربت. ايش اخبار خليفه؟ بخير ويسلم عليك. اقول عمي انت كلمت زبيده عن الموضوع كامل؟ قلت لها انا جاهز ومستعد للزواج؟ اي نعم يا ولدي، انا كلمتها وقلت لها كل شيء، وعلشان كذي هي طلبت حضورك هني في هذا البيت علشان تتفاهم معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كيف حالك زبيدة؟ بخير. يا بنتي انت طلبتي امين وهذا هو الرجال قدامك وزعليه على كيفك. انا معاشي 800 ريال وعندي سياره 6 سلندر وفيها مكيف واحيانا يعني في الشتاء اشغل دفايه وعندي فيلا واسعه وعريضه وفيها ليتات وساكنين فيها بس انا وخليفه ولما بتزوج بيطلع هو بيطلع. اعرف كل هالاشياء بس أنا أريد أسألك سؤال واحد. أنت ما عارف إني أنا مخطوبة لرامس؟ أو على الأقل ما عارف إن رامس ناوي يتزوجني؟
أنا عارف، بس أنا جاهز للزواج، بس بعدين يشتغل، بعدين يكون نفسه. أنا أقصد أنت كيف تتقدم لي وأنت عارف أن صديقك رامز باغي يتزوجني؟ ما حس أن الموضوع فيه غلط؟ غلط؟ وهنا غلط الله يهديك. يا أخ أمين، أنت كنت عارف من الأول أن أنا ورامز البعض، ورغم صداقتك لرامز عملت من وراء ظهره عشان تخطف البنت اللي هو حبها بدون ما هو يدري. إذا كنت فعلاً تعز أصدقائك كنت ضحيت، ما عملت اللي عملته. بس أنا سويت كل هذا علشانك. اليوم أنت غدرت بصديقك وخنته، وأكيد بكرة رح يجي منك أكثر. يا أخ أمين، البنت فينا لما تتزوج تبغى زوجها يكون صاحب مبدأ خلق حسن أكثر من رصيده في البنك. يجوز أنت أغنى من رامز بفلوسك، لكن هو يبيعك ويشتريك بالقيم اللي بنفسك. هاي قيم وهي خرابيط اللي تتكلمي عنها الله يهديك. رامز كل يوم يفشل. أرجوك لا تغلط في كلامك. رامز صحيح فشل في عمله، لكن نجح في نظري. كون عمل كل شيء علشاني. رامز ضحى بكل شيء في سبيل إرضائي. لمعلوماتك يا أخ أمين، رامز تخلى عن كل شيء علشاني، وبيدخل المعهد علشاني أنا بعد. قول شيء يا حاج مراد. والله يا ولدي أنا مثل ما يقولوا ديمقراطي. هاي حزبيدة قدامك وهي ما صغيرة. هاي يا بنتي، في شيء زيادة بغيت تقوليه؟ هنا الزيارة انتهت. أنا جايبت لك شريط جديد مع الفيديو مع المصارعة 89. صحيح؟ إي نعم. يا سلام يا راية، يا سلام. كذاب غاش. ونعم ونعم الزوجة المثالية أنت يا راية. أنا مستغرب طول المدة هذه أدور بعيد بعيد وأنت قدام عيوني ما أشوفك. زهران ما لها عيونك؟ ألاقيها عشان كثر ما تشوف الفيديو. رجعنا راية، رجعنا. زين راية، ايش رايك بالمناسبة هذه؟ مناسبة صلحنا يعني نروح انا وانتي نتعشى كذا في مطعم على ضوء الشموع، ها؟ مستخسر شني مطعم في ليتات، بتوديني مطعم كله في قنادي. بلاها هذه يا راية، بلاها. راية ايش رايك انا وانتي يعني نسافر بلاد كذا بعيدة؟ انا وانتي بروحنا ما حد معنا، ها؟ نروح مكان بعيد بعيد. اي والله فكرة زينة. زين مو رأيك تصير بعيد؟ هين عاد هين هين هل بيسموها الاسكيمو؟ نعم الاسكيمو مرة واحدة. رأي انتي نفسك انتي الطول طول متر بالبرودة تنكمشي وتصير شبر. تبغيني احطك كذا في ايدي وادور بش قدام الناس كذا؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ فين تبغانا نصير؟ يعني تبغينا نروح نروح مكان كذا كان بعيد وواسع. ايش رايك نروح بالبيت؟ بسيطة يا امين، بسيطة. تعيش وتاكل غيرها، ومثل ما يقولوا الزواج قسمه نصيب يا اخو. هاي الغبي رايح عندهم كان رايح اطلب سلفة من مدير بنك. جلست تفوشة. انا عندي سيارة 6 سلندر، عندي بيت في ليتان. انا بس عندي بيت في ليتان؟ كل الناس عندهم بيوت فيهم ليتان. والله اسم انه ضيعت على عمري يا امين. يا ابن الحلال لا تقعد تحسبها كيف وكيف الحين. المهم تدير بالك على عملك، وبنات الحلال كثيرات، ومثل ما تعرفت على زبيدة اتعرف على غيرها يا اخي. هذا رامز اكيد جاي يضربني. نعم اكيد. مسك الله يخليك، هذا قلت ترى ما اقدر عليه. سلام. وعليكم السلام. شامس موجود؟ اي موجود. لا ما موجود، راح بلاد خلاص ما بيرجع. اهلا امين، كيف حالك؟ وين شامس؟ قلنا لك شامس راح بلاد اخوي. مو سوينا عنده مزرعه راح يصلحها ويشتغل فيها هنا. ريحنا وريح نفسه. على مو احنا ننسى سالفه شامس.
أنا بالحقيقة يا أمين في حساب بيني وبينك وجاي أصفيه. خليفة خليفة أخوي مسكة، أنا ما قلت لك إنه جاي يضربني، هذا ما قلت لك قاصدني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مالك يا أخوي يا أمين خايف ومرتبك؟ أنا بالحقيقة ما قاصد شر، أنا بس جاي أعتذر منك عن اللي حصل مني، وأقول يعني ننسى اللي حصل ونفتح صفحة جديدة، يعني نكون حبايب. مالك يا أخوي الله يهديك. والله ما أدري إيش أقول لك يا أخوي، حقيقة محرج، لكن مثل ما تعرف الإنسان بعض الأحيان يسوي أشياء ما يكون قاصدها، يعني أرجو إنك تسامحني يعني. لا لا مالي مالي مالي، أهلا خليفة. زبيدة سمعي، ترى عندي بنت عزمي أكثر من 10 قنفار، ها البيت صغير وما يوسع، وبعدين بين وبينش بسني مصاريف. زين 10؟ أنا لو كان عندي 3 صديقات تنزل. أحسن أحسن يا بنت الحلال، وبعدين قولي حال هذا رامز، ها قولي له عن يعزم أربعته، ها إذا كان عاد ولا بد 3 قنفار. مسكين رامز ما عنده إلا شامس، شامس بعد سار البلاد. فكه هذه راية، أسرع شوفي. أهلا راية، تفضلي. مرحبا بعروستنا. مو مسوية؟ سكتي وين الوالد ما يبغاني أعزم غير 10 أشخاص. الله يحسبه ويكون عيد ميلادك. أقوم أتفاهم بيوله. لا 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 راية، ما في داعي إنش تطول الموضوع، كفايه المعازيم اللي راح تعزمهم سوسن. ايه يا اسمها سوسن وحلالها مسكينه. اقول انا قايدنيش عشان نتكلم عن العرس وايش تلبسي. يلا عقب تعالي داخل، تعالي تفضل. سنتي اوه زهران اخوي زهران. مو قاعد اسوي المطبخ. ايش قاعد اسوي رامز؟ ايش جالس اقشر بصل؟ مسكينه رايه بتتعب في المطبخ. اقول زهران اخوي المفروض انك تساعد زوجتك شويه. مفروض اقول نعم. اخوك رامز يبغى يكلمك سالفه شويه. شيمه كان فيك شيمه كان شويه بس. سالفه؟ اي نعم. تعال معي المكتب. تفضل. اخي رامز اخ هات ما عندك يا غلام هات. زهران اخوي. نعم. انا بالحقيقه جاي اعتذر على اللي حصل مني. نعم نعم زهران انت ما اخوي بس، لا انت في مقام الوالد الله يرحمه. نعم الله يرحمه ان شاء الله. الله يرحمه. اقول انا ما سمعت كلامك، صرت واشتغلت، لكن ابغى منك سماحه. سامحني انا تاكدت اخوي، تاكدت ان التجربه هذه فشلت لاني ما كنت مستعد لها بس. لا يا رامز لا، التجربة هذه ما فشلت، والدليل انك تعلمت منها شيء، تعلمت منها كيف لازم تبني نفسك قبل لا تبني بيتك. زهران اخوي. نعم. زهران من اليوم ان شاء الله اسمع اوامرك، انت تؤمر واخوك رامز ينفذ. انا ما باغي منك شيء، كل اللي ابغيه انك تدخل المعهد المهني وتتعلم لك مهنة زينة تنفع نفسك فيها، وتأكد يا اخوي ان انا بكون معاك في السراء والضراء وما بقصر. نعم زهران اخوي. نعم. اشوف دموعي قامت تنزل، انا بكون من المصالح ده اقوم اطلع لك شويه. سامحني. والبصل؟ ايه. اصبر اصبر اصبرني انا وياك. بنروح بيت الحاج مراد. ايه. كلمه في الموضوع مره واحده، في موضوعكم انت وزبيده وما يصير الا الخير ان شاء الله. بس بغير ملابسي. تفضل تفضل. زين زين كذا ابغاك تضحك. انا من رايي نسوي عرس مره واحده. وانا من رايي نسوي خطوبه احسن لحد ما رامز يخلص المعهد. صح خطوبه احسن. سكت انت، خلي الكلام بين الرجال بس.
أنا من رأيي نعم إن نسوي زواج الحين علشان رامس يعقل ويقدر يركز في دراسته. وأنا من رأيي نسوي خطوبة أحسن علشان زبيدة ورامز يكونوا نفسهم وبعدين يتزوجوا. بس أنا باغي أتزوج، باغي أتزوج، وزبيدة تجلس عندي في البيت ما يستوي. أها قول كذاك من الصبح، قصدك يعني تخليهم يتزوجوا ويجلسوا عندنا في البيت، وجهنا فوقهم. تو احنا عاد صرنا عالة عليكم؟ يا أهل الدار افتحوا الباب نحن هنا. هذا صوت رامز. يا أهل الدار أسر افتحوا الباب نحن هنا. السلام عليكم. عليكم السلام، يا اهلا وسهلا. كيف حالك زبيدة؟ الحمد لله بخير. الوالد موجود هنا؟ ايه موجود، تفضلوا. كيف حالك رامز؟ السلام عليكم. رايح انت موجود هنا؟ انا قشرت ذاك البصل كله قشرته الان. يا ربي انا قلت لك قص بصله واحده بس ما كله، الله يهديك. تو بعد منك قصيته كله كله وحدك. زين يوم جيتوا علشان نتفق على موضوع زبيده ورامز، تو انتوا نعم. ايش رايكم نسوي خطوبه ولا عرس احسن؟ والله الحاج مراد انا من رايي خطوبه اول علشان اخوي رامز يعتمد على نفسه احسن. بس انا اقول يا جماعه الخير، انا عمكم مراد اعتقد ان العرس افضل. صح. سكت. ايش رايكم تسوي قرعه ما احسن؟ بس على المزح. يلا قومي زين سوي لنا شاي. قومي. عمي مراد ساعدها مساكينة. جلس نطبق يعني. يا زهران يا اخوي. نعم. انا اخاف سوسن ما تتفق مع زبيدة وتقوم خلاف وتسوي مشاكل. بس انا اقول انه الحين يتزوجوا وياخض رامز احرمته ويصيروا عندكم في البيت يجلسوا الين ربك يسوي وسيله ورامز يبني بيته. والله يا عم مراد انت عبقري. نعم انت المفروض يعطوك جائزه نوبل في الذكاء. نعم انا عندي فكره. ايش هي يوم الافكار نقضينا بسرعه. انا رايي يعني من راي زبيده نسوي قرعه. ايش؟ خط ولا شير؟ شير.
السلال لازم اجي اشارك في هذه الفرحة الغالية العزيزة على قلبي. مشكور يا شباب. تفضل. سلسل. يا جماعة. يلا يا مطروب غني 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 غني. يلا حرك. انا كسلان.